كنت شاب عادي وحبيب ورضي والدين واجتماعي وحبوب، وعرفت شلون الشخصيات هذه اللطيفة. يقولوا بديت حياتي زي أي شاب كذا، حصلت وظيفة بس أنها بعيدة عن أهلي، يقول في الشرقية. يقول قلت يلا شرقية شرقية. يقول رحت، يقول والله وسلكت أموري حلوة، حبيت العمل وحبيت أخوياي واجتماعي وشباب وسعة صدر. أهلي في الشمال وشمال السعودية وبعيدين عني، يقول فما يحصل لي أني أروح لهم كل ويكند وكذا. يقول فأخليهم 3 شهور 2.5 شهر، كل ما حصل لي فرصة أخذت لي 5 أيام إجازة مع ويكند وويكند 9 أيام حلوة وعلى أهلي. يقول أروح أنبسط معهم، تصير روحة تسوى تستاهل لأن المسافة مي بسيطة. يقول المهم مشت الأمور على ذا الحال، ترى الأمور حلوة. يقول أنا الآن قاعد أخطط أبني مستقبلي، مجمع شوي فلوس وكم بقالي والمهر وإيش، ولا لو بدي سيارتي ولا لا أتزوج قبل، وبدي أبني أسس مستقبل. ورد ماشي صح. إيه يقول مرة من المرات أخذت إجازة ورحت أبروح لأهلي. يقول بس إيش قلت يا ولد ودي أمر فلان خويي يجلس عنده يوم وبكرة أريح، كنت تعبان شوي والخط بعيد، ارتحت عنده يوم كملت الطريق. والله مر فلان فرح به فلان وهلا ومرحبا وصار عنده شباب. تعرفون الرجال طالع من الدوام ومرتاح، يعني ما نام شوي بعد الدوام ولا يمكن السهران قبلها بيوم شوي شباب وكذا. يقول لهم جالس معهم يقول أنا والله ودي بالوناسة ودي بالضحك بس طايح وجهي، يعني فيه إرهاق بس إرهاق. يقول ناظرني خوي قال يا أخوي إيش فيك أنت؟ جوك بيض يا أبو. قلت إيش فيك؟ إيش فيك؟ وراه قال طايح وجهك وضعك سيء وجوك فكوك وحالك صعبة يا أخي، صح صح مثل المسلمين أنت، إيش بلاك العالم مبسوطة ويكند يا أخوي. قلت والله ابن حلال ما نمت وتعبان وما أدري شلون. قال أعطيك. قلت إيش تعطيني؟ قال حبة من جدك فلان. كاي والله من جدي، وش تظن انك في العالم مستانسه وانت لحالك مسيكين، ترى احنا راح منك. قال ورا قال يا اخي انت وجهك طاح، ترى كلنا احنا مداومين كلنا تعبانين، بس يا اخي خذ وحبه وشعل الجوك واستانس يا اخوي، حرام يضيع يومك يا اخوي ويكند ذا يا اخوي. يقول والله اني انا اسمع بالحبوب واسمع بها. يقول قلت ابيض ابيض اللي هو كبتاجون معروف هذا. يقول قال اي يا اخوي خذ وحده خذ نص ضبط وضعك. يقول انا والله ما قطرت في بالي ولا فكرت استخدمها، لكن جو الشباب وفعلا ودي استانس متحسف بالجمعه ذي. يقول تدري اقول في نفسي اعتوي لها جربتها مره خير، خلاص في اليوم ناخذها وخلاص، ما هي تجربه بس انتهى الموضوع، مو بلازم وانا بعد اني ما اصير صغير مع الرجاجيل، يعني الرجال مدامهم كلهم دار خوي عارفهم وعارف جوهم لا ينقدون علي، يعني شيء في النفس كذا عند الشباب لا يصير لا يتقالوني. يقول كتاب التجربه. يقول والله دخل يد مخباته طلعها يقول يعطيني. يقول ناظر ولا والله اصليه ام قوسين، ما ترى اسمع ولا ما نبخ خبره والله العظيم اسمع بها بس عليها قوسين. يقول له والله اصليه. قلت عادي يعني. قال يا رجال طول عمري ياكلها ما كان الا خير، كلبس بلعها دف ما بس. يقول ترددت شوي قلت بها. يقول بلعت. يقول ما في ربع ساعة ربع ساعة. يقول انا مشعلل يقول له تني صقر تعزز. يقول اتبلت بس. يقول جو وزان وقمت اضحك ومسفه، جاني طاقه وسعاده، احس شيء داخلي غريب ما كنت احس به قبل، شيء مو طبيعي، بس باختصار مو طبيعي الولد. يقول المهم يقول من بلعته. يقول هي يقول احس بانها البدايه، بدايه هي فعلا بدايه ادمان لكنها نهايه مستقبل شاب. دمار دمار. شوفوا ايش صار.
يقول والله أصلا ما نمت. أقول كم رحت؟ لا ما نمت، شدت. يقولوا صعد صادر وسباب ورايحين جايين قاعد نفطر ومد الهج وله الراكض وما أدري وش. يقول جاء بكرة هالعشاء ما نمت. ولد وين ذيك طيحت الوجه؟ وين ذاك التعب؟ أنا كنت خالص. المهم تقل بدي طقطق راسي، يقول أنا بروح لهلي، بروح لهلي. لكن يا فلك فذ الحبوب جازت لي يا أخوي. تكفى. قال يا ولد اركد. قال لا عطني بس الحين. انا صراحه ما ادري كني بديت راسي فيه نوم وانا والله بمسك خط. قال لا لا تمسك خط كذا تنوم، راك يمكن تصحى بكره زي ذا الوقت. لا يا شيخ بقضي جازتي وانا عندك. لا عط. المهم يقول دفني بكم حبه، قال كل واحده وروح ما عليك. قال عطني زود. المهم زادني يقول وانا رحت، يقول رحت عند اهلي والله ما غير ألمسها. يقول جايز اللي جوها مبسوط فيها، كان معي شيء واجد. نسأل الله السلام هو العافية، كذا الشيطان يسوي لبنادم. يقول رجعت والله ومرة ولا الحبول اللي معي خلصت. يقول والله واخذ من. يقول أنا واجهة واجهة ألقاه ألقاه. يقول المهم داومت وصرت إيش أتردد عليه، اشطارت السالفة صار إيش يشتري. ايه وصلنا للمشترى هالحين، ما عاد هي بسالفة فدا يا خوي وخيرك سابق لا خلاص هالحين عاد ادفع انا بفلوس حتى ذاك يستعمل يعني. اي والله. يقول والله العظيم خلال فترة كل الفلوس اللي انا مجمعها طق 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 راحت. يقول وصرت ما أستغني عنها أبدا، لدرجة صارت هي حياتي، هي تفكيري. يقول ما عاد أفكر له من بشتري منه. يقول تعرفت عاد على زكرت وعلى الشباب وعلى اللي يبيعون، وفلان يبيع وفلان يطلع حق راسه. يطلع حق راسه هذا شو يعني؟ يشتري كمية ويبيع ويطلع شوي، هذا حق راسه، هذا طفران أساسا يعني. وفلان لا مطروح، لا تجيه ولا يجيك كذا طارحين المكافحة، لا تقرب منه ولا رخيص، بس أتركه أتركه ودور عند فلان. اختصار شديد يقول صارت المخدرات حياتي، ولا أفكر إلا فيها ولا عد لي هجس إلا هي. من المواقف اللي مرت عليه يقول مرة ماسكن خط، يقول في الليل، يقول يوم وأنا ماسكن خط الأمور زينة والسيارة زينة، يقول بس وتصنف لي إلا وقف أناظر الزيت، زيت الموتر إلا الموتر بيخبط، أنا ما نظرت زيت. يقول أنا خبريني يعني ليل وجو لطيف صيف، يقول فتحت الكبوت، يقول صرت أناظر الزيت، يقول على أناظر الزيت كذا شطحات، يقول فصلات فصل في عندي فصلة في المخ ما أدري وش. يقول يمينا بالله أني ما انتبهت لنفسي إلا من حرارة الشمس يمكن الساعة 10-11 الصبح. يقول ولاني فاكن الرديتر والموية تخر والطبف في ذاك وكلبليتر حايس ان الكبوت حوت مفكك ان اسلاك كل هذا ليش ما يدري. يقول واتبهذل صلح الموتر شيل الموتر وده ورش. المهم مرة ثانية حصل عليه حادث ايضا، مدري فكت الظاهر الحبوب اللي في راسه وتقلب وتبهذل. يقول وصاير الوحش، شفت الوحش وحش العادة بسم الله الرحمن الرحيم. يقول اقعد عند باب البيت، يقول قال ولد ابوه يمر ما يسلم والله يا ويله. يقولوا ما سكتن على الدين الا الدين الا الدين. يقول ابد الاسلام السلام، كبير صغير بتهاوش معه ما عاد رحت. يقول صار الناس يتحاشوني وصار الناس يبعدون عن حارتنا وصاروا الناس يعني يتهموني بالجنون، كثير يقولون انه مجنون. يقول اي وراني صاحي، بس والله قلت لك ان ماني بصاحي ماني بصاحي. يقول لقعدت لحالي في البيت كذا ناظر الجدار، يقول أقرأ عليه كتابه زي الشريط كذا تمر في التلفزيون، فلان فلان يقول كذا كذا كذا، ويوم يقول قبل 3 سنين ويقصد، ويوم يمزح مع فلان يدقون عليك ويقولوا اتصل عليه أنت ما لفاك ما لفاك. يقول ما عاد خليت لي صديق، كل الناس صارت تتحشاني عشان أحل الكلام قبل سنين ما أدري وش يجيب في راسي. المهم لسوء أخلاق خسر أخويا، كل صار ينفر منه الناس اللي فيهم خير. يقولوا الغياب وسحبات لأنه ينوم، حين يسحب يومين ما يقوم، لا صار
خمس أيام يقول والله خمس أيام ماني بنوم متواصلة، فطبيعي إنه بيطيح إلى فكة ينوم يومين طبيعي. يقول المهم غياب متكرر، سوء أخلاق، ما في إنتاجية، يقول فصلوني طز، ما فكر فيه، ما أهم شيء مع حبوب خلاص، بس هذا أهم شيء. يقول فصلوني ما عاد دقيت لي مكان، يقول أنا أعوذ عند أهلي في الشمال، يقول وحاتي قشرة وضعي وهدومي وخوف وشك، وأي واحد يمر والله لو يشوف قطو قال مباحث. لا ومستمر على وضعه. فبالنسبة للتعاطي الحبوب أبدا، يقول ما عاد يرفع راسي، يقول إلا خمس مادان اللمس قلبها خم، يقول زادت سبع ثمان، يقول والله بين السبع والثمان يومي يومي. إيه يقول مهم ضعت، لا عاد دخلي قصير الحالي ومنبوذ، حتى هلي مرة ما هو بهذا ولدنا، وضعي حياتي 180 درجة، نسأل الله السلامة والعافية، الله يهدي ضال المسلمين يا رب ويفتح على قلوب هالشباب يا رب. يقول مالكم بطواله، يقول جاني واحد من شياطين الإنس قاشف وضعك كذا ما يصلح. ها وش العلم؟ قال ورا ما تزرق كلها مشوار. قالي وبعدين؟ قال ها ديرت اللي جنبنا قريب. وبعدين؟ قال يا حبيبي كلها شنطتين تجيبها معك، وانت اسمك نظيف، لا عمرك شلت شيء ولا هربت شيء، واسمك نظيف ولا هو بشاكين فيك. وبعدين اللي بيوديك سيارة أجرة، واللي بيجيبك سيارة أجرة، وبيستقبلك الرجاجيل بعد الحد، وامورك طيبة. يقول ما عندي شيء اسمه ريو ثاني، يقول من اللي في راسي بس، ولا ما مو بكذا يعني، هذا فيه سيف، فيه سيف ناملح عند خنوره، مو بيلعب بس مسكين استغله ضعفه. يقول والله قلت قدام يلا يلا اروح البيت اخذ هدوم. يقول خم هدوم وذك الشنطه، يقول منطلق يلا. يقول له مضبط الراعي سياره بس يوديني. فعلا يقول وصلني واحد ورجع، يقول وانا من هناك يقول استقبلوني، يقول دخلوني زي ما تقول سكن وكذا، بس شوي يقول يبدلوا شنطتي ذي، وزعوا هدوم، يضبطوا لي شنطتين حاطينها شيء واضح التغليف حقت الشنطه الداخليه القماش، فاكينها ومالين دار ما دار في الشنطة، ورجعي مغرين هذاني مرة. يقول حطوا هدوم، يقول أبدا. ففي نفسي من بكرة، ويقول أنا جيك راجع. طبعا يقول ركبوني مع رأي تاكسي. يقول رجعت، يقول الحمد لله رب العالمين، الله لا يبلانا. يقول طبعا يقول هم عطوني الكلاب ذوليك الله يكرمكم، يقول عطوني حبوب أقوى من الحبوب اللي أنا أستعملها دايم، لأنهم عارفين أني ممكنني أرتبك، ممكنني أجيب العيد، ممكنني يعني يصير ردة فعل إلا شفت الحكايم والتفتيش والدنيا وجمارك. يقول فعطاني حبوب أقوى، يقول والله بلعتها. يقول ومع ذلك يقول يوم قربنا المنفذ الدولة اللي هم فيها وليست السعودية، يقول من سوء الحظ حطوا نقطتين تفتيش، العادة نقطة تفتيش وبعدين تختم جوازك خروج وتدخل على المنفذ الثاني. يقول لا حطه نقطتين تفتيش، يقول أنا شفتها، يقول يوم راحت عشري ثنتين ما عاد يا قال، يقول نرتبش، يقول لما مرتبش السواق يقول ليش أنت وش فيك أنت من أول ما الطبيعي أنت خايف أنت، يقول لا ما بخايف. يقول يوم قلت كذا يقول العسكري وجهه طال علي خلاص. باقي شوي يقول شوف المخدرات ورا، قال وين شناطك؟ قلت ورا. يقول يوم قال خلك مكانك، يقول اسحب الشنطه وعينه علي ما طاحت. يقول يوم فتحها على طول، وخر شنطه كذا فتحها ناظر ما شاء الله، تعالوا كلب شوف، كلب شو هالمخلوق هذا. يقول طق كلب شوني انا والسواق، قلت تحقيقات صفقونا وما ادري. يقول السواق طلع سايق اجره ومسكين وشايب وكذا، طلعوا عرفوا انه بريء ما له دخل. يقول بس انا اللي انا اعترفت، قلت لا انا اللي شايله حرام ذا يروح فيه. يقول لكن الله لا يوريك، بدات رحله العذاب، ما عاد هو بتعاطي وبس، تعاطي لا بل حرمان من تعاطي وسجن، وله في مو يعني مسجون في دولته غير كذا. السجن هذا على مستوى السجون في العالم العربي يعني معروف بقسوته. يقول دخلت السجن فرز، وبعدين عام، بعدين فرز، بعدين مدري غير المواطنين، ومن هالكلام هذا كل ماذا سجن. يقول حطوني في سجن غير مواطنين، أنا مع غير الشعب الوطني ذا. يقول فلقيت ناس حلوين كذا، شوارب كذا، ويقول وحوش
ما ادري شلون. ثلاثة يقول مهجدين السجن كله. يقول انا مالي سرير، صرت انوم على البلاط. رضيت بالامر الواقع، وانا صارخ ابي مخدرات، ماني مصدق اللي انا فيه، بين يعني تاثير المخدرات في الدم وبين الموقف اللي صار، وهل هذا حلم، هل متى بقوم. المهم انه يقول صرت انوم على البلاط وصار وضعي سيء. يقول جذاك اليوم جيت بنوم على السرير لقيته فاضي. يقول هذا ابو شن واحد من الثلاثة، طبعا السرير فاضي ليش؟ لأن راعيه رايحين بالمحكمة. يقول فواقف خوية قال يعني تبي تنوم أنت؟ قال لك قلت يا بنوم. يقول أنا ما تشفيني خلاص. قال لا ما أنت بنايم. قلت والله لا نوم. يقول لا انسدح. يقول يشجرني. يقول واتلاقط أنا وياه. يقول وأنا أضربه ويضربني أضرب. يقول أسود تقابلت. يقول أنا طلعت حرة قلبي كلها فيه. يقول وهو مثل هو ما ينتقابل. يقول بس أنا من الشيء اللي داخل. يقول والله وانا وياه. يقول اثر اخوياه خويه جابوه من المحكمه. يقول خويه الثاني انتبه جو. يقول طبعا الكلام هذا في ثواني. يقول طقوني طق. يقول دفوني ويضرب راسي على حافه السرير الحديد. يقول تنقشع الجلده ذي تطيح على عيني. يقول ويكسيني دمي. يقول عادي انا شفته بقالي عين واحده هشوه. يقول وانا ما عاد اشوف الا ذاك. يقول وانا انصاه يطقون ما يطقون مو مشكلتي انا ابي ذا. يقول وانا يمكنني الله. يقول وخنقه. يقول خنقه. يقول يطيح. يقول وانا اطيح فوق. يقول يضربوني. يقول شو العسكر يجون. يقول بس ثواني هي كل المعركه ثواني. يقول انا خنقت لين دخلت اصابعي. يقول ما عاد رقبته ما عاد اشوفها. يقول كبير بتعافي. يقول شاف الموت طلعت عيونه. يقول قام يزبد. يقول خلاص بيموت. يقول رحمه ربك. يقول العسكر يشوتوني. يقول وانا اطيح. يقول شوف الطق وسجن انفرادي في حمام واقف. يقول اسبوع سبع ايام. يقول ما ثانية تركبه. يقول حالة في شيء عذاب. المهم يقول ترى أخواني دروا طبعا وجوا وزاروني صاروا يترددون علي وكذا. وأبوي الله يجزاه الجنة الله يجزاه والدينا الجنة. يقول وكلوا لي محامي معروف في البلد. يقول طبعا المحامي يقول أول نعمة إنه ما أمسك في السعودية لأن فيها قصاص. يعني مسكته عندنا هو حظه من 7 سنين إلى 15 سنة. لكن احنا بنحاول بطرق اخرى وعسى الله ييسرها من عنده وخلوا الموضوع عليه. يقول رجعوني على السجن. يقول طبعا صار لي مكانه بعد ذيك المعركه في السجن. يقول صرت انوم على السرير، اهم شيء السرير، ما تسوى ذا الدم وذا البهذله، بس ولو حفظ كيانه يعني ما تقعد تحت رحمه ذا الحيوانات. الحاصل يقول راحت هالايام. يقول والله ويجي ابوي ذيك المره وزيارات زيارات. يقول يجي المحامي معه قال اسمع جلستك هالاسبوع او الاسبوع الجاي اذا جيت عند القاضي اياني وياك ترفع صوتك ولا تقول ولا اسكت. وكل ما قال لك صحيح لو يقول طب في النار قال ايه صح ترى بيسالك اسئله غريبه قال صحيح انا غلطان انا مهرب معترف وانا غلطان بس هذا اللي مطلوب منك لا تحوس شغلي. يقول طيب. يقول طبعا انا بعد 5 شهور من السجن يقول بديت انا وش اللي سويت؟ اقول كل هذا مر علي انا سويت كذا ليش سويت كذا؟ وين عقلي؟ وين ذاك اللي كنت اخطط اول حياتي وبتزوج واجمع فلوس؟ انا في السجن. اثر ال5 شهور هذه كلها صارت اعراض انسحابيه، نظف دمه من المخدرات وصفى ورجع هو الاول. يقول المهم جت المحاكمه. المحامي وش سوى ما ندري. يقول لكن دخلت عند الشيخ القاضي هذا قال هربت مخدرات؟ قلت نعم. قال انت عارف؟ قلت نعم. قال هل انت ندمان؟ قلت نعم. قال طيب هل انت مذنب وتعترف؟ قال نعم انا مذنب واعترف وندمان. وفعلا يقول ندمان. قال لا حول ولا قوه الا بالله حكمنا عليك ب7 شهور. يقول يوم قال 7 شهور وانا اطيح واسجد لله شكرا. ما حلم يعني اقل شيء 7 سنين. يقول انا داخل قاعه اقول يا رب 7 سنين ضاعت حياته. فعلا كمل باقي المحكوميه بالاضافه للي راح الان ما غير يمكن 2 شهر كمل بعد الحكم وطلع طيب سوي زي ما رجع فتره زانت اموره وصحته ورجع هو الاول. اللهم خسر وظيفته وصارت له درس. مع الوقت تزوج وانصلحت اموره والان لله الحمد مستقيم وعنده عيال وتوظف واموره من ابدع ما يكون. يقول والله ما حدني اقول قصتي لك يا عبد الرحمن
إلا أبي الشباب يتعظون ويعرفونها مي بسواليف، تراها مي بلعبة وبجربها، تراها بلوى، ودتني سجون، ودتني عالم ما كنت أعرفه أبدا أبدا، ولا كنت يخطر على بالي إن الأشياء هذه موجودة. انتبهوا انتبهوا يا شباب، تكفوا، لا أحد يقرب هالسموم، الله يكفينا شرها، تصبحون على خير. طيب لا تنسون لايك والكومنت والنشر. فعلا كمل باقي المحكومية بالإضافة للي راح، الآن مغر يمكن شهرين كمل بعد الحكم وطلع طيب سوي زي ما رجع فترة زانت أموره وصحته ورجع هو الأول، اللهم خسر وظيفته وصارت له درس، مع الوقت تزوج وانصلحت أموره والآن لله الحمد مستقيم وعنده عيال وتوظف وأموره من أبدع ما يكون.